أنا دارس علم نفس، اجيت اشتغلت بمهنة الحلاقة، وأنا مهنتي الأساسية كمان النمبو. عندي موهبة من صغر ولدت معي هي الرسم، دمجت الرسم والحلاقة مع بعض وخليت يطلع فن جديد من هالشي، وخليت هيك صرت أنا أعرف أكثر عن طريق الفيسبوك والتواصل الاجتماعي. أول شي بلشت رسم شخصيات كرتونية من صغر، بعدين صرت أرسم بروتري، بعدين تطورت اكثر صرت ارسم رسم 3D. الرسم بالشعر هلا في صعوبه كثير فيه، يعني لانه شعر او شعرتين بروحوا من الراس بتخرب من ملامح الشخصيه كلها، بتغير الرسمه كلياتها، بدها دقه اكثر وبتاكل شغل حسب دقه الرسمه، بتاكل حدود من الساعه للساعتين، يعني 3 ساعات حسب دقه الرسمه. كل ما كانت دقيقه اكثر كانت بتاكل وقت اكثر. برسم للعيبه، لعيبه الفوتبول، موديلات لعيبه الفوتبول، برسم ليوناردو على الراس، برسم شخصيات كمان سياسية على الراس وشخصيات كبيرة. وهلا كمان عم بساوي شيء صغير للأطفال الصغار، نجمة للشخصيات الكبار، بسوي لهم رسم شخصيات لأنه بدها يقعد الواحد هادي عائد.